أخبار مغربية وعالمية، معلومات غريبة وعجيبة، كل هذا تجدونه على قناة أخبار ومعلومات يومية. لا تبخلوا علينا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات. شكرا على المتابعة. احتراق شاحنة يقطع الطريق السيارة مراكش الدار البيضاء. تسبب اندلاع النار في شاحنة على مستوى الطريق السيار الرابط بين مراكش والدار البيضاء في قطع حركة السير في وجه مستعملي هذا الطريق السيار. وشب الحريق في الشاحنة حيث أتى على شحنة الدقيق التي كانت على متنها، وذلك على مستوى مدخل أبل جرير. ووقع الحريق بسبب عطب ميكانيكي في مقدمة الشاحنة. إلى ذلك انتقلت السلطات المحلية وفرقة الدراجين التابعة لسرية الدرك الملكي إلى مكان الحريق لتأمين حركة المرور والتسريع في فتح الطريق في وجه مستعمليها وتنسيق الجهود لإخماد النيران، حيث استطاعت عناصر الوقاية المدنية السيطرة على الوضع رغم الخسائر المادية التي تكبدتها الشاحنة.